بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم روشت كيا أخلاق كيا أنبياء بتاتين وأمرمي كري أم جي أبي أخلاق هني الدفخو بيدا كين والسربشين كنكي أف أخلاق هني أف روشت هني مصدر كون بنية مصدر أوا بنية مصدر حياتي جدر يعني كنت بيجن حجي كرنية رب العالمين هل تشتكي وكو فايدة ما تدعى إيجاهان ديا ما بواسطي بيغمبريخو عليه الصلاة والسلام فهو روشتي هاتشيا أو أخلاقي هاتشيا أو يوكو تبيتا أجارو تبيتا سباب خلقي كومتكت فيانو محبتو يكريزيه بيداتكت نفيانو بغضو كراهيته الناف إنسانا طبيعي برزت كتناهلت أوشت بين العفو والصفح لبورين أو يعني عفو كرنا إنسانا الصفات هني صفتك إش إيكش صفات رب العالمين وهو العفو صفات خد تعالى بيوست السرماء كعبد توي أم ورقرين تخلقوا بأخلاق الله فإن ربي على صراط مستقيم أو تشتي خدي تعالى كري الصفات بخو عن أبي أمري ما بكري هين دستا لبر ندن چنك تويري داي هاي جينا هنغو وعزتا و يعني حياتا هنغو وبختوريا و الويري دا يعني هاي هنجيكا طول فاكرنا وهنجيكا انتقاما وهنجيكا يعني بدل بدلانه أبوكو طبيعي أم بين أبي بدل أخو أو طول أخو لها فاكر أبا علامات آفاتك يشتبجني التكبر والكبر أو إنسان وكو الدفوي هبي الدنكا كبري وتكبري أو مروف هني طبيعي فايدة نكريا أو استفادة نكريا نالهداية نب ديني نب غازي خدي نب فطرته نب نداء انبياء چنك كبر شبت سرطان انساني طبيعي دي كجيتو دي بريك بتو دي هل وريني المجتمع او انساني وكت بيني تكبر الدف يعني مز يعني كخمازن كرين الدف قبي الدف طغيان الدف بغي الدف أبا إيكش وان آفاتان أبي وكو والإنسان يتكت كو لبوريني أبي أخلاقي هني طبعا نكت وبين رابط آفات تكبري طبعا مدمرة بو إنساني بو شخصيته إنساني بو كيان إنساني فالبربي چند رب العالمين نهي ميكري أميلي ترسان دين أميلي ربان دين أميلي درمان كرين من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة أو إنسان يبكو هنجي ذرة بس قال كبر الدف هبت أو ناجت بحشت بو چنك كبر چل إنسان يتكاد چب سري إنسان يتينيد والإنسان يتكاد كو طبعا أف صفته هني الدفتنا بتو كسن عفو كويك والتتكاد تو دائما عالم همية بجابك كيم وبجابك نزم وبحقارات بري خد دي خلقين والتتكتو نصيحتي نور جري قول حق نور جري قتنا درست نور جري هذا إفرازات تكبرنا إن لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبدأ بالأذى من لم يؤذينا هذا إيك شوان صفتنا أبتوكل دف مجتمع راقي دف إنسان حي يساخ بيجيت أم قومك أم ملتك أخلاق ما هيش مجال نادت ما يعني مجال
مساعده ما ناكت كم رب ازيتا اكي بكين بري او ازيتا مبكت ان او بري نخوشي ما پیدا بكت اخلاق ما قبول ناكت وشرف ما قبول ناكت ام ببين استري بشينا بي اكرا بري او ببي تستري ام ببي تا ازاب وما افا اخلاق يعني بصرمانا وكيد يجي هنجيك حقدة يعني حقد مرضك خطير أوجي قالك لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال من طبعه الغضب بجتن أو إنسان رتبوية برس قيمتوية برس إنسانيتوية برس شخصيتوية بلند يعني ككل بيجن مروبك نفس آفا يا ضمير آفا يا أخلاق آفا او حقدنا هالجريد چونك حقد انساني تيني تخار انساني بچكت كات حجموي اتكتا قزم يقزم الانسان حقد انساني طبيعي بچكت كات وحقد دائما دافع تبال داد بو انتقامه بو طلفكرنه بو خصبانه بو تجبره بو حتى دمائكه فالبربشنده هرواكي متنبت بيجيد لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب او انسان زي تهلكت او انسان زي عجز بيت او انسان زي طبيعي سرداتشت او انسان زي يعني اكد بيجت تفوريد او انسان جي نيب كير هاتك ني درستا ني تماما ني ناجحا نيب عقلا ني سركتك ني موفقا او انسان سريع الغضب زور زي عجز بيت بطيء الفيء ونازف رتبا بردوامية داتا يعني عجز ياخو او بيسترترين انسانا كفترترين انسانا كيمترترين انسانا مروبك ابكيرنهاتك عضبك عضبك شلالية اندامك مشلولا للمجتمعي بانده اوهات كده پیغمبر قلت يا رسول الله تشتكي بدا من نصيحتك المبكة وصيتك بدا من ريكك نشام بدا توجيهك بدا من منفعات الخبكم والدين خبكم والمجتمع خبكم إنا قلت لا تغضب قلت نفورة زي عيجس نبا زي هل نچا زي كلبلانه تتا چنك غضب عقلي قفلت كات وقت إنسان طبعا عيجس بو قلق عقل ويده هتا قفل كرن وقت انسان ما بعقل جي دي بيتا انسانك مجنون دي بيتا انسانك سكران دي بيتا انسانك يه مجنون تبكى خان يكي يعني يشيشي و دي بيتا انسانك دين او وكو تو يعني خنجرك دي و دي خوشي بي يعني بريندار كتو عالم يجي چنك عقل يعقل الانسان فغضب وقت انسان يتجريد يعني سوي وقتي دي هيتا غلق كرن ودي تصرفات التهمي طبعا دي جهة خناجة بجليل مزانك او مروف او لايان او احزاب او حاكم او وكو انتقام اتجريد طلبة كرن اتجريد او انسانك حقيرة انسانك نفس نزمة انسانك مفلسة انسانك ضمير ويرانة انسانك بهداية انسانك ني اوايا انسانك قزمة الأقزام ينتقمون فقط أو أما عظماء كس انتقام نابكد همو إنسان تدفاع الحقيقة كان دفاع كلمة خديت كان دفاع حدود خديت كان أو سراخو سرا كبرياخو سرا غروراخو أو إنسان عجز نابن أو انتقام نابكن أو طول نابكن أو طبيعي شول خرابنا كبو چنك الحاكم المنتقم يدمر نفسه ويدمر شعبه ويدمر من حوله مروف منتقم مروف طول بكر دائما ديخو تدمير كد ديخو تيبد دي مالخو تيبد دي عالم تيبد دي ملت خو رزيل كد دي شعب خو تيبد چنك مروف منتقم طول بكر كربتوي ملتي بد بن كربتوي خصوما بد بن كربتوي احزابا بد بن كربتوي يعني علماء بد بن كربتوي مصلحة بد بن وقدرات جيهي مثلا حاكمة الصلاة برخب دي مروف منتقم دي انتقام العالم بكد دي رابط خلقي كتا السجنة بد چنك
هنجيكي معارضن بو سياساتاوي بو ظلماوي بو فساداوي بو جندلياوي بو لصوصياتاوي بو طغياناوي بو خرابياوي بو سرداچوناوي بو بمعرفتياوي بري خب ده السجون اتجي كرين الكي نشوان انسانا اويت وكو غلط يكري اف سجنها اتجي بي چنكي ابا طبيعي معارضة بو سياساتاوي بو غروراوي بو ظلماوي بو فساداوي بو تعدايوي بو طبعا نحقياوي بو طغياناوي سياستك غلط اتكت عالم ايتشينيت استغلال كرسيك خو اتكت عالم همي تنجزار كر عالم همي برسيكر عالم همي رزيل كر فا هاي انسان دي بيجتي نا دي بيجتي راستا دي بيجتي ستوبا كي بيجرد بيجتي ابا نواجبتي ابا نرسالتي ابا تو شد كي ابا چه جنون ابا چه سرداشون ابا چه طغيان ابا چه يعني خرابياتو اتكت فرأسا دي بمروفي جري دي كتسجن دي خطفك دي ايشيني دي برسيك دي راتبي اللي قطعت قد بينفون انتقام المنتقمون لأنفسهم أو انتقامون بو نفسيتون بو شخصيتتون بو نابوان بو سمعت أخونا نا انتقامت كد شوان إنسانت مثل ريجر أبيت چن دزيات كن أبيت چن خرابيات كن أبيت چن يعني أكد بيجن تجاوزات كن أبي حدود خدد بزنن أبي انتهاك حرمته نا أبي علاقات بوانبانية هما ذاتوي صنميتوي يعني بيت ايشاندن ها اس فلان عائله ما فلان ماس مستوى فلاني ما فدبيني امرو بها راسا جنون ودينات كده خلدت دي رابط انتقام بكد طوله بكد او كد إذن انتقام أبا فعل صغارنا فعل بشيكنا فعل أقزامنا فعل بديننا فعل وان إنساننا بالنفس نزم بالنفس ويران أب إنسان توكو خده هداية نداية برهند منتقمة برهند طول فكرة برهند عالم تشيني فليرا أم دي بري خده إني في آية القرآن دا وقت خده تعالى أمر كري قوتي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في قرآن هاد بيجيد هنجيك باشيا وهنجيك خرابيا هيك هيك وكيكنين هنجيك مؤمنة وهنجيك يعني كافرة هيك وكيكنين هنجيك فاجرة وهنجيك إنسان صالح ومروبة شاكة هيك وكيكنين هنجيك ريكا مستقيمة وريكا شيطانة هيك يعني وكيكنين وكيكنابن بجا تو چبكة وظيفة مهنة رسالات ادفع بالتي هي أحسن تو إنسانك ببا جندو ببا يعني مروفك يعني شولكر شغال يا مجرول با دائما توبك يا أحسن يا باش حسنة دائما شتر السيئة باشي دائما باشتر الخرابية توب جربنا بلي خبدي أبا طبيب القلوب كو رب العالمين أو بيشتما بلي خبدي أو مروفت وكو بلي هنجي دجمنتا نيارتا خندارتا اوه توكو بوتطالي دانن اوه وكو هول تكير هول دان تنهيلن تا إبادب كان تا بشيرن تا خطف كان تا كوتايب تا بينا بلي خب دوان إنسانا دي بنا أمينتا ودي بنا خوشوستتا دي بنا دوستتا دي بنا أحبابتا دي بنا جندتا دي بيتا بشتوانتا بو مجرد أنك عفوت عن تأف أخلاقي عظيم طبعاً بيداكر وأف أخلاقي عظيم تبيروكر إنسانك تعفوكر وعفو جي إسلامات كده كان جيب قيمته ليبورينو صفحو عفوكرنو بيشتهر متسرت نبيتو هرتو عفو كان جيب قيمته عند المقدرة وقتتا إمكاناتها وقتتا السلطة هاي وقتتا الشان هاي وقتتا قدرت هاي تتشيوي خصمي اوي مروفي اوي شخصي وكو تو ايشان دي ضرار جان ديتا ازياتا تاكري تا قوتي هاي تا السلطة هاي تا مالي هاي تا مروفي تاي تتشيوي هاوي انساني فيقاوي سريوي طبعا ليه داي تتشيوي انساني انتقام لبكي ونشت شبكت چنكي تو متبكني او طبعا انسانك لوازا فإسلامتي قيمة الدتا عفو وليبوردني تليبوري وقت تويب قوة عند المقدرة العفو عند المقدرة أما عفو
الدف لوازيه كوتا تشبي تشينابي تنشي تشليبكي تنشي تشبيجي تنشي يعني سزابدي توي لوازي توي ضعيفي توي بي بشتي توي بي قوتي بوقتي عفو تشقيمة نينا او عفو تعزة ابي تشقيمة نيا ابي تشبهونيا ابي تشخير جينيا تشأجر جينيا العفو عند الضعف ويعني عدم القدرة لا قيمة لهذا العفو او عفو وكو اسلامي وزد داية سنگ داية قيمت داية كو عفو عظمانة صفة انبيانة صفة رب العالمين او عفو او ليبورينة وقت تبشي خصم خوا دجمن خوا و پشتنگ تو بي انسان عفو كي مثالا كم دل سر اين انكا چاو عفو انسانا درست کت کمالگاه آباد کت خیندارت کت اصدقاء کت انسان محترم و خونه زیکیتت کت و دفاعتت کت مروف کبی گونه ملک الیمامه ملک یعنی منطقه اقلیم کت بین یمامه نابوی ثمامت ابن اثال پیغمبری هنگی هبین دجمن وكيفي مروفي دجمن نبين خندار هنجي هبن وكيفي مروفيها ثمامة خندار يا پیغمبري نكريا دجمن يا پیغمبري هنجيوي كسي نكريا حتى كمينة دانان چند صحابي خطف كرنو كشتن اوي چتشتي شاي برامبري پیغمبري اوي انساني كري پیغمبری علیه الصلاة والسلام دستوی ندگی هشته اوی ملک الیمامه یعنی اکود بیجن دستوی ندگی هشته که سزب داد یان منعکد گوت روشه که هندک صحابی درد کبن مهمه که او ثمامه ای تیت دهد قستامه که هکد بیجن رأسا کفت دستت صحابیه وقتی کفت دستت صحابیه طبعا گرد نیاسی ولا اینا مدینه اینا در پیغمبری اینا یعنی ستینه که بگیره دا چونکه وقتی پیغمبری سجن نبون جور نبون سجن نبون که خلکی پکتا جوری دیلی بگیرید اکه ایک سجن کربا دا گیره دم ستینه که با عرده که با داره که با اوه بی سجن پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوتی پیغمبر هو حد برای خودت اوه ثمامه او عدوه او دجمنه او نیاره او حتی صحابیت پیغمبری کشتین او خونداره اینا هو پیغمبری برای خدای علیه الصلاة والسلام نیاسی گوتی یا ثمامه ما عندک حالت چه تو چه حضرت که چه لحاظ نهایت تا اینا گوتی یا محمد والله اس خود بینم طبیعی اس بگو ادست تنگودا از اگره دایمه از اخسیر هنگوم اسیرم اگر تو من بکشی کس لومل تناکت چنکی این تقتل ذادم من خوینا صحابیتا استای مدا من خلکی کشتی اگر تو من بکشی دمرو بکی کشی کس خوین استای ویدا قاتل اکی ده کشی و این تنعم علا شاکر اگر تو طبيعي دف اخلاق اخوة ودف رسالات اخوة تو قنجي المبكي ومن بردي والله في قنجي اس بيرناكم ابدا قلت پیغمبري هلو چو سير وجا پیغمبر تاب او صد قل تاخفت اویجي عين افجابت دا ان تنعم على شاكر بشين قلت يا رسول الله اكتا مال بيت تا دنيا بيت تا پارا بيت تا زير بيت تا زيب بيت همو تشتكي متوفرة اكتا بيت مبرده يعني مقابل فدية وكذا رجاء سيه پیغمبري عليه الصلاة والسلام قلت الصحابية اطلقوا صراحة ثمامة قلت بردن بلا بشيتا مال اخو معافو كر وقته وي حوصا خوديتي اف قاتله اف خرابه اف دجمنه اف نیاره اف خیندارت گل پیغمبری و اف از کف تالا پیتوی دا و ملک یمامه یه باشه اگر اف انسانی هم مروبکی عظیم نبا مروبکی برکفتی نبا مروبک نبا صفات یعنی انبیا و چاک و صالح حال دف نبا دا من کتا پرپرت دا من طبیعی کشید چنکی من مستحقی کشنیمه مستحقی طبعا اعدامیمه
هلي تشلفل الإنساني كلكم من بردة وبشتة من هرا يعني ما تعافو كري عقلي رأسا شو الكل إنا وقت بردوي بجن شو چند پنگا بکا گهشت آبا که بهشت خواب تا آبه غسل خورا که چکیم روی کافر وقتی بسرمان بید واجب او غسل که را کد ولی زفریف مزگفته عجیب گرتی بین پیغمبر و صحاب گوته یا فلان یا ثم همه تو بردائی بچی تو هات که چه جاره کدی گوته ازی هاتیم دا بجمته اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ها أزبر بيه هاتيم هذا يعني أزي إنا إما بجارة كدي أسنتشو مزبر بيه هاتيم قتيبو إنا قتي يا محمد لم يكن وجه على الأرض أبغض من وجهك إلي قتي سلو جابتا يا محمد نبي ساري أرضي يعني نبيا من نبيا بنام بغيتر وكريتر الوجهتا يعني وجهتا يا محمد بتر همي وجوه الدنيا من نبيا قلت الآن هفقابي أصبحت وجهك أحب الوجوه إلي أفوجهاني خوشاويسترين وجه دف من لهات يا عيالي منو يا مولا منو يا مروفي منو يا عشيرتي كل من على وجه الارض افوجها هند شرين بو هند از حجيتك وقلتي دينتا اسلام نبي دينك ساري ارضي مكروه ترين دف من في دينها ها بيقا بي اب ديني هني بي شرين ترين دين مقبول ترين دين دف من ونبي ساري ارضي بلدتا كمدينة ها اوجه توله بغي الطرين جهب وباجر بالدف من بيقابي بشرين ترين ومحبوب ترين باجر دف من يا محمد بلا خب دي ابا كيوال في انساني كير العفو عند المقدرة چنكي قرآن بيجيد فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ابا دجمنتا اب في دي شي في انساني جذب كيو ايني كيا بشتبانه خو خوش ويشتر برا خب ده يعني في عظمته إن رابي زفري شو يا ماما ملكة ملتي خو همي كومكر شعبي خو همي كومكر وافري سالة جهانده قوتي إيمان بإسلام نئيني تو محمدي نئيني تو في ديني نئيني جبوستك أرضي السر في مملكة جهوينية جهو بي 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 السر في أرضيناك إلا او ملت جهمی بسرمان بیل چه؟ هال بروی عظمته، هال بروی فالبروی چنده قرآن بحث کد بجید العفو عند المقدر من شیم العظماء اما ما گوته تا فکرنا الدف انسان لواس نشد چلیب کد چه پیچنا بید بشید هرد متعفو کری اوه چه قیمتو طبعا چه بها طبعا نیه اكن بري خب دينا پیغمبري عليه الصلاة والسلام كمثال كي ببين ان كنزيك انساني بدكت يعني كمرفته بجهيد كنجي يعني دبيت العفو عند المقدرة پیغمبري خب دي وقت فتحة مكة كري فتحة مكة وقت كري پیغمبر قائدة رخو دورتوي 10,000 مسلحن همي اون هرق بدل 100,000 انسان انا مروبت حصد دجوار و بقوة و بهزن باشا فتحة مكة هيك بلي عاصمة شركة عاصمة ظلمة عاصمة وثنية قلت بلي قلت امروبت تاني افتاكو پیغمبر مشخت كري پیغمبر برسي كري پیغمبر حصار دانا يسر مروبتوي كشتين مالو ممتلكاتتوان مصادرة كرين او اينايا سرا سري پیغمبري يا ايناي أبرو أقل شيء لازم فان مروبا حسب كد مجرمي حرب أبرو إنسان يتوكو صفتك هي عصر مصطلح أبرو بين مجرم حرب مجرم حرب طبيعي وان چه جهد خونينن چه عفونينن چه لبورينينن پیغمبر شيا اوان مروبا طبعا أبي صفتي هبدتي كمجرم حرب بس پیغمبري عليه الصلاة والسلام وزمانا وقت أبرو قوتاوي شياناوي يعني اكد بيجين هزاوي جهشتاوي حدي
اف انسان اتهمي كبنا سرزك اخو يبجبانا قرار بيغمبري اعدام يعني اعدام نفي يعني نفي سلطن يعني سلطن كسناش دستي خب دتبر قرار نافذ حاكم عسكرية ومعركة يجي يعني إنسان طبعا عسكريا وقت عردك استينيت بوي هيا تشبك ديكت ديكي ريكا ويجريد بس عظما دائما انتقام نافكا عظما دائما بنات آوا كريت حياتنا عظما دائما هولوان أو عالما كورب جاب دخن عالما بهدايات هدايت ابدته او انتقام بو شخص خناوكد بو طبعا شهواتت خناوكد بو ناوكد پیغمبر عليه الصلاة والسلام طبيعي يوان دائما قلي ببي صفات پیغمبري عظمت پیغمبري برهنده القى خطبة پیغمبري خطبة كان استغرق دقيقتين خطباي بس دو دقيقة نشبت بان انسان اتوكو بجا وقت منتصر بن وقت سرد كبن وقت طبعا تمارد كان انتصارك بجا او دست پاوينه طبعا خود بكا درش و مدحت خوب كان و با بن هنگلت وان كبيت و او انسان تا ذما خلقه بكن و اب مروفه تاني نوال خوب دن و اب نا 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 چنكي او انسان عظمانه استغرق خطبة الفتح دقيقتين چنك هذا الشيء من عظمانا دو دقيقة تقول قلت الحمد لله نصر عبده عبده ها عبده كلمة عبد يعني تواضع نقول الحمد لله الذي نصر أحب الرسل إلينا الحمد لله الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده هذا بي بشتنك قلت هين شهزرت كان شتخمين كان والله تخمينهون لازم اوان خطر سيابان بس چمكي پیغمبر من العظماء ان اوان جي قوتي والله ديف كريارت ما ام هجينة تواجري برده ما بس با ديف اخلاقتا و ديف عظمتاتا او مسألة كادية او صحبتا كادية ان پیغمبر عليه الصلاة والسلام رأسا او كل يوان هزر پیغمبر كري قوتي اذهبوا فأنتم الطلقاء دهارن ما چسر و نبيت طبيعي انسان وقت تيتا بردان و تيتا عفو كرن هب في شكلي او مروف همي داخل اسلام بين اوان مروف هميا ارواح يدخو كرن فدا بو اسلام بو في پیغمبری بو چنك اب عفو پیغمبری هات عن المقدرة وقت شان هاي وقت قوات هاي وقت شان وان هميا بيك كلمة هميا اعدام كد بينما حياة وان بو كري قلت هر ما چسر و نبيت افكر يا رهني اوان مروبا ولكن والوان مروبا كر همي بنا انسانة مخلص انسان الذين حسن اسلامهم چمكي العفو عند المقدرة من صفات العظماء پیغمبر عليه الصلاة والسلام ابا بصفاته لم ينتقم لنفسه ابي هج طولة بنفسه خود طبعا نبات كرم اكام بري خب دينا علماء مثلا ايكي شبت امام احمد مسألة يعني فتنة خلق القرآن وقت دولة عباسي طبيعي حتى دولة تبنيك أو إنسان وكو أو إمام وكو أو شخص وكو نبيجت قرآن مخلوقة دو وظيفة ويهت دريخستن دو هيتا سجن كرن دو هيتا إيشاندن دو هيتا إبعاد كرن دو هيتا محاربة كرن إلا تقود با قرآن مخلوقة طبيعي همي علماء علماء أبواق السلطة علماء أويتوكو تجارة بدينيت كان علماء الذين إذا قال الحاكم ضول الضالين قالوا آمين أبنا علمانا أبا علفانا يعني من علف يعني أهل العلف نا يعني علفاء يعني من أهل العلف أبا أوني آلفي الدنيا أو نا عالم أو دجال أو أوني تجارة بشاشكو دين خدك أو أون دائما يدبن بوقة سلطة أو أون يدبن خائنة أمانتي أو أون تجار دين سلملتون نهاية آباكر إمام أحمد رفض كرغوتي قرآن كلام خدية وقرآن نمخلوقة السراوي إمام أحمد هاتا سجن كرن دو صالو هنده هيفا وهاتا
قطان وهاتا عذابدان وهاتا جلددان وهاتا يعني يا أكد بيجن عذابك أليم دا البر أفجي همي بكي همي بون علماء شبت ابن دؤات أو قاضي بيكش علماء السلطة علماء السلطة علماء الدجل علماء الذين يتاجرون بدينهم كما تتاجر المرأة بجسدها أبنا علماء أبيش أشكها بنزيكي حاكمت كان حزبت كان سلطت كان دمال ابدنه دراتب ابدنه ابن دؤات ايك شوان بي حتى وي اتقوتنا خليفي قوتني أبي إمام أحمد بكجة خيناوي استايمن يعني معنى قتلوي حلالة ها بان علماء بان علفاء اوان بيشايت اوان بأمر اوان او طبعا تحريض خليفات كر كو امام احمد سجن كان يوم بكوجن يوم تشتكي بسري بينن همي بيشاية تبان علماء بي علماء السلطة المفسدين وقت متوكل هاتي كري معتصمي بيجنا متوكلي ناصر السنة وي وقت بي خليفة بي رئيس بي سلطان دولته رأسا أمر دا قد أبي مسألة ها مسألة خلق القرآن غلق كان هل إنسان في صحبة إثارة كانت يوم بي باغبت رأسا دي إعدام كان أبدا يدي من عكر أبي مسألة هلي وهاري إمام أحمد كر جابا إمام أحمد فريكي قلت يا إمام قلت بلي قلت من زاني وان علماء وان مفسدة وان دجالة وان أبواق السلطة كانت أزياتات يكري بسبب وانو وقرب وانو نزيك بنيوان بو سلطة توي كريا سجنبة توي الوظيفة تديري خستي أبي بسرتين أبابا تو بس فتوى كبدا من بهو بيقبه بخليفة از دوان علماء هميا بينم پیش چابتا دب سيبه كبكم إنا إمام أحمد قوت نا كلهم في حل من قردنا هميا آزاكر بنوي العفو عند المقدرة وقت تهات يا إمام وقت تهات دي طول البان مروبا بكا قوتنا خده دي طول البان بكت رب العالمين دي يعني انت بريكواني أبا هجي ومستحق إمام أحمد رأسا رفض كل قوتي هميت عفو بن وأبد انتقام كسيبانك أكتو بريخب دي ابن التيمية بيستو إيك جارا هل علماء السلطة علماء أبواق السلطة هل بيستو إيك جارا إمام ابن التيمية كرا السجنبة هل بيشاية توان واختهاط السلطان الناصر لدين الله طبيعي رأسا أبي جابا ابن التيمية فريكل وقوتي ولا تو زاني أو مروف أو علماء تاكو خونيزيكي سلطات كل بو لقمة حرامي وبوخت سلطي بين وطبيعي بشت يعني كد بيجن يعني بوخ وكد بيجن دهو القتل سلطي بون قوتي تو نوبتان معروفا تو هزنام بدا وفتوه بون بدا أبرو حتى صبي اسكتكي لنا علم حاكمي إنا ويجي قوتينا مروف عظيم مروف وارثة پیغمبرا هيت جارك أو طبيعي انتقام نابكت بخو نخي انتقام بكت بو دين خده ديكت بو يعني ويتشتي ديكت أبي باكو انتهاك حرمة دين خده أما أم انتقام بخو بكين أم انتقام بخونا كين أبا صفته همو پیغمبرانا بلا خب دا يوسف عليه السلام يوسف براي توي چب سرينا گره دا بل محروم كرش بابه محروم كر العطف و ديان و علم بابه پشتنگي هاو تدبير دا پشتنگي فروت كر عبد پشتنگي چو بصره الويره ديسا چو سجنه و هس سالا أبا هميجي السبب براي تويبون أبا بسرينا حسد يعني نفس نزمية چنك مروبك بي يا محبوب بي الدبابة أبا بسرينا بلي خده تعالى دائما بما يبيان كريد بيجيت
المنح في المحن قال كتادي مروفة كفتة محنة دا ومصيبة دا ونخوشية دا بزانة بشتوي بالبرق دهيت يت هدية ويت سركتنة ويت انفراجة ويت بلندية ويت تمكينة ويت قوة ويت خوشية المحن تجلب المنح دائما مصائب نخوشي چتینن دفرا خوشیتینن ابدا المصائب تاتي بالعطايا والنعم يا يوسف عليه السلام وهمي پیغمبر ابيا المحن جلبت لهم المنح عطايا سركتن وقت يوسف عليه السلام بيا عزيز مصر بيا حاكم مصر بيا خدان قرار بيا خدان بريار هل او مروف برايتوي هاتن طنقابن برسينة معيزن بكسن هاتن مصري اوي برايت خنياسي و براوي بوجي او سلسلوان كري اشخرابيا الدربار ايوي طبعا اكي هيكش عظماء نبا پرورده خده نبا نبيو و پیغمبر نبا بگه به فرصه بوهاد اوان انسان تنه اصلا ما دا گرید و دا برزکت حاکمه رئیس دولته ده کی بشه تا بوچو کره بله اوی تحاشی کر حتی لم يتکلم بی کلمت تشمو منها رائحت الانتقام حتی وی بحث آخف نکجی نکر كوفي اخفني بهنا انتقام طوله تذهبت ابدا ابي راسا بشتي نياسي قالوا اينك لانت يوسف قلت نكتو يوسف بشتي جاردوي شوين قلت بلي ازم يوسف قد من الله علينا خدي تعالى منت قال مكر چنكي مصائب وقت بسر انساني تنت ريكا خدي دا بشتين قبل او منتظر بيت خدي تعالى دي رفعته داتي دي سر خسنه داتي دي سر كبير ابا قاعدك عامة خدي تعالى من علينا منت مكر نقوتي وان وهوكر 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 ابدا او صحبة نكر او اخفتن طبعا نئنا تشتكري قوتي شيطان يا بين بسرما املك بكين حتى دي مايكي بجليره اجنبري خب ديني عفو تشتكي عظيمه برندي بيغا بس غوز يك يعني بلان كان بوفي قياده ما قياده كردي اف احزاب السلطه ابي تاكو بريالا بيدا بيجمي افان سجنا ابي تاكو هاتين السجن كرين خاصه ابي بيجني تشالاك بانيت بهدينان ويدشي از گلک طبعا حست کم و فایده که مزنی تیدا بواجی بوانجی بومهمیاجی بومجتمعی هینوان مروفا بردن هینوان سجنا اوید بهدینان و اوید دجی همیا هین بردن چنکه ایکش علاماتی ویکو خودی المبزفرید او ام سجونا پاقش که اشوان انسانت بگونه چنکه وان انسانا چه گنه نکرینه اوان انسانا چه تهمل دفنینه ابداً و اكاهم بيجن تو چوا بي طلبت كيف طلبا مني كري اتوقتي دا صدام حسين وقتي از دفرنشت مخال من بحسوان مروفا كلمت انفال هاتنا كرن ومن او طبعا جل اخفتم كوان انسانا بردا من وليك حتى وعدا دا قوتك اتساق بندي بردين هل اس اوم اريوكو من برسينجت علي حسن مجيد قرتين فندق لومان الدهوكي هل سروان كردا وطبعا اسنيشي نيزيكي كشنيبوم يعني نيزيك بومن طبيعي تصفيه كد علي حسن مجيد بس ما تنازل بوناكر هل ديسا بروان كردا من هنت هنجي راس كم علي حسن مجيد بشتوي قرارك دا في انسان تعفو كرن اذا عفو كرنا انسانا ابا ايكش وان درجهانا يا بد بد بالرحميك وخدي رحمي مبات فأسوى اتخازم يا قيادة كردي يا أواوكو وقتك هينجي
ادوی محنه دابون ابرو رحمت دی خلکی دابن اوان سجنایت خو بردن اوان سجنا پاکش کن پاک کن بلا کسی و نمینید وی وقتی رب العالمین دی رحمت مبد اکه ام وی العفو عند المقدره بکین رب العالمین اجر مبر زناکت و دی بوا باشتر بید بو دولت و دی باشتر بید بو سمعت هنگو دی باشتر بید چنکی اف انسان تنه مگوته تا چگون هنکرینه غیری وان انسانا کلمه خوی گوتی تعبیرش رأی خوی کری ابجی حقك خوده شرایط عصمانی ویت ارضی دتا انسانی او تعبير بكت شرعي اخو اللهم بلغت اللهم فشت فباجي واجبه ميا رساله ميا ام جاهنين كريارو وتنفيس او عايدوانه او تزانن بس يا تشاكا او طبعا في كرياري قد بيجن بكن ابي صفتي هني ابي عظيمك والعفو عند المقدره او تبيعي تنفيس كان باشتر بموبوان وبمجتمعي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.